أكبر سعادة في الحياة ليس أن يأتي ابني ولا ابنك بشهادة الدكتوراه في النانو، لا والله، أكبر سعادة يوم أن تراه ساجد في الأرض ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلاح الأبناء جنة، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها الولد ووصف الولد بالصلاح فقال ولد صالح يدعو له.